ابو غازي انا بقطع عليك. انا بابيات احبها بالحيل. يا دومي اللي تذبحون الحيل قدروا للضيوف، وش رايكم في اللي يعشيني من وصالح حبيب؟ طيب. الله الله. يقول يا حرفي اللي ضاع ما بين الدفاتر والرفوف. اللي رسمته من تنهاتي ومن حبر قلمي. ضحيت لاجله في حروف وقمت لاجله في حروف وصبرت لو النار من فوقي ومن تحت اقدمي يا صاحبي اللي علشانك تحديت الظروف. اسمع كلامي زين وفهم ايش اقولها. من فمي ما هو بين اللي تتركه بين الخناجر والسيوف وتمص دمه بين خلق الله يا مصاصه. ادمي ادمي انا بدوي ما سكن في الوقت مسكن الضعوف اتبع هوا بالي وسير عن ذودي. واغنمي صمتي يدل اني يوفي ومسويا فيكم عروف وصبري يدل اني من جحول الصناديد. انتمي طوفت هلك لاجل خاطر عين ولا ما تطوف ولا انت مهما زاد وزنك وزن يطرح كنسمي يا قوم اللي تذبحون الحيل قدر للضيوف. وش رايكم في اللي عشيني من وصاله الحمي وقفت له يوم جلس وجلست له ناس انا وقوف غير الذخيره والفشك في محزن من محزن. سلامتك وانت سالم يا ابو نايف واجعلك بالعمر الطويل. ما تقنعنا هذه نبنا وحده ثانيه. الله يسعد الوجه. يقول الله يجازي مقبره سود الايام ويجبر صواب الخاطر اللي سكنها. فقدت فيها اغلى علاقاتي العام والخص ثمنها اللي ما يعرف ثمنها والغالي اللي داخله درعه وحزام حول على عوجه ضلوعه وطعنها وقفه وقفت به دعذي على انسان ولا ادري موري جرتها. من دفنها وان كان لي في غيبته بصمته ابهام وراه ما يعطيني العلم عنها. اما تصافينا على دين الاسلام ولا علاقتنا طوينا شرينا كفنها. سلامتك. الله الله يا ابو نايف صح انسان. الله الله.